الناس مساء الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. لا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة، نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس يعجبكم المحتوى، عجبوكم الفيديوهات ما تنساوش تخليوا لي اكبر عدد من اللايكات وتعليقاتكم. اليوم جيتكم بعناية للشعر، ماسك وان سوان للشعر، بما انه انا يا صافي عندي مدة دركا، عندي تقريبا واحد العام طاح شعري البنات كي هبطت للجزائر، فقدت شعري صراحة كان يضرب حتى المسلاني، هبطت به لاباس الحمد لله. وكاينين اللي يقولوا لي الكالكير، كاين اللي يقولوا لي ما عمليش، انا ما فهمتش. المهم دوشت حتى لقيت شعري حجر، حجرة واحدة ما قدرت نمشطو، لي ماسك لي لويل لي زويل درت له واش درت له، وحبس حجرة حتى يا البنات قطعته. شوفوا كيفاش طار لي، لكن نهضر عليه حتى تجيني البكيه. شوف راهو باين، راهو مخبل في بعضه. شوف لصق لي لصقه وحده، حجره حجره. شوف ما قدرتش كيفاش ندير له وهو طويل، تحتمس عليا اني قطعته. لحد الان ما فهمتش علاه ولا لي هك. شوفوا شعرته ماهيش حرشه، راهي رطبه، ولكن شوفوا كيف دار لي، تلم كل داخل في بعضها، تحجر يا لطيف. واحد يقول لي عين، واحد يقول لي سحر، كل واحد شي يقول لي. شوف حتى لقيتو حجر لي، ما لقيت فيه ندير له، قطعته برك جوست ما طار لي تقريبا دركا وصافا، وطوال لي ولا معاك تافي. بكيت عليه، ودركا راني نسواني فيه باسكو تكسر لي تالمو مشطو الساعه، حبيت باش نهبطو ما هبطوش، ولي كلي تكسر لي كلي تقطع ولي تقصيتو بالمقص. شوفوا البنات يخوفوا. شوف المهم نحي هذا، راح نروح لكم دركا للعنايه اللي راني قاعده ندير فيها ليه، باهي طوال لي، باهي غطا، باهي تنحال وهذاك التكسر. كما نعرفوا لهنا راح نهضر لكم على زوج مكونات اللي ندير فيهم. الويل دو كوكو البنات فائده عظيمه للشعر، لجميع انواع الشعر، الدهني المتكسر اللي قاعد يتساقط اللي بوكلي اللي حرش، راهو يرطب 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 بزاف. والعسل ثاني معمر بالفيتامينات هايله البنات، سورتو يعاون به شعر يعاود يرجع به يتنحال وداك التكسار، به يرطاب، به يغطي تاني. هاد ال كيفاش نقول لكم، هاد الخليط ننصحكم بزاف به باش تعتنيو بالشعر. كيما قلت لكم يعني الصراحه يصرحوا الانواع الشعر كامل، ولكن ثاني الشعر المتقصف والشعر اللي طاح يغطي ويعالج. راح نروح لكم ديريكتومون لهذا الماسك. واش نحتاجو؟ نحتاجو صحاح نولع، نحتاجو مغرف، ونحتاجو هاد الدويات اللي نخلط بها، ونحتاجو ان فيلم اليمونتير باش نلمو به شعرنا. فوالا واش نحتاجو، بسم الله، هذا عسل حره، وهذا نوا دو كوكو، ها لو لويل دو كوكو او يجمد البنات. نحط بسم الله زوج مغارف تاع الويل دو كوكو. بسم الله راح نقدم باش تشوفوني، مقدار زوج مغارف. وانتي وشعرك ثاني الا غاتي الا طويل الا يشرب بزاف ديري، كاين وصفات اخرين بزيت لافوكا ثاني رائع، بالالوفيرا ثاني رائع البنات، رائع رائع. هاد الماسك انا نديرو تقريبا خطرتين في الشهر نديرو، تقدروا ديروه كل سمانه مليح. راح نجيب ملعقه اخرى، ورايحه نزيد، حطيت ملعقتين تاع نوات كوكو، ورايحه نزيد عليهم ملعقه تاع عسل، عسل حرة البنات. عسل النحلة كما يقولوا له تاني. ونخلطوا هذاك المزيج.
نخلطوا هذا المزيج تاع الويل دو كوكو والعسل حتى يولي لنا متجانس. ديروا برك الويل دو كوكو راهو يدير راهو يدوب، ما تخافوش منه. هاهو هو الخليط بعد ما خلطناه. تقدروا تاني تضيفوا له صفار بيضه ثاني مليح بزاف للشعر، تزيدوا صفار بيضه مليح يعالج يرطب. فوالا، ودركا رايحه ندير به شعري ونولي نغطيه بالبابي فيلم هذا فيلم اليمونتير ونخليه 3 سوايع 4 ونروح نخدم شغلي، ومن بعد نغسله عادي يا البنات. يعطيكم واحد النتيجة رائعة بزاف بزاف البنات. ننصحكم ثاني الويل دو كوكو ما تخليوهش اكثر من 8 ساعات، لي ماسك تاعو ما تخليوهمش اكثر من 8 ساعات باسكو من بعد يخلي لكم الجلدة بزاف مزيتة. دونك 4 5 ساعات تكفي. انا نروح نابليكيه ونحط هاد الوحدة، بعد 4 ساعات نروح نغسلو. ننصحكم راهو يرطب ويعطي نتيجة رائعة، نتمنى تجربوه وتخليو لي رأيكم في هاد الماسك. اذا عجبوكم مثل هاد الفيديوهات نتمنى تخليوها لي في التعليقات وتزيدوا تعطيوني اقتراحاتكم باه نزيد نشارك معكم وصفات ونقولكم في الوصفة القادمة ان شاء الله. مع السلامة، السلام عليكم.